شباب نكمل. هنتكلم دلوقتي على عناصر دوائر التيار المتردد. انا بالنسبة لي في دوائر التيار المتردد عندي كام عنصر؟ عندي 3 عناصر مهمين، هم دول اللي انا هنشتغل عليهم في دايرة التيار الايه المتردد. ايه هم ال3 عناصر بتوعي؟ عندي اول عنصر هو الار، وهي المقاومة الايه الاومية. تاني عنصر عندي هو ال ال، اللي هو الملف بتاع الايه الحث. اخر حاجة عندي السي، اللي هو بيمثل لي الايه المكثف. طيب ناخد واحدة واحدة بالراحة، ناخد المهم، مش هنزود الحاجات المفيدة، بس هي اللي هتتحط على السبورة او هي اللي هتتشرح، بحيث ان انا ما ندخلش في دماغك حاجات ممكن تلخبطك. فدلوقتي هنتكلم على المقاومة. انا بالنسبة لي لما اوصل ملف، قصدي مصدر تيار متردد مع مقاومة أومية اللي هي ايه ار، ايه اللي بيحصل؟ مفيش حاجة بتحصل خالص. ايه اللي مفيش حاجة؟ يعني مفيش حاجة متغيرة على اللي احنا خدناها قبل كده. ده فرق جهد بيمشي ايه؟ بيمشي تيار. انا دلوقتي فرق الجهد هو عبارة عن ال V maximum sin theta. لما اجي اقسم ال V على ال R هيديني ال I. فلقينا ان انا عندي التيار والجهد الاتنين ليهم نفس الزاوية اللي هي sin ال A sin theta، لان انا عندي V بتساوي V maximum ساين الثيتا، ولما جيت قسمتها على الار عشان اطلع الاي لقيت ان هو عباره عن الاي ماكسيمم ساين الايه الثيتا، لقيت الاثنين ليهم نفس الزاويه اللي هي الايه اللي هي الساين. معنى كده ان شكلهم هما الاثنين عامل المنظر ده. ده لو كده التيار، ففرق الجهد هتلاقيه شبهه بالظبط، ليه؟ عند الصفر بصفر وعند التسعين ماكس وهكذا. فهتلاقي ان انا عندي الاثنين شكلهم متفق مع ايه، مع بعض بالمنظر ده كده. طيب انا استفدت ايه من هنا؟ كل اللي انا استفدته هي حاجه واحده بس، ان انا الاثنين وصلوا للماكس في نفس الايه في نفس اللحظه. فساعتها بنقول ان انا عندي التيار والجهد الاثنين متفقين في الطور. يعني ايه متفقين في الطور؟ يعني بمعنى اصح الاثنين بيوصلوا للصفر مع بعض وبيوصلوا للقيمه العظمى مع بعض. فبنقول ان هما الاثنين مفيش ما بينهم زاويه. يعني ايه مفيش ما بينهم زاويه؟ يعني الاثنين بيوصلوا في نفس الايه في نفس اللحظة بالمنظر ده. فمن هنا بنقول ان انا عندي زاوية الطور بتاعتي بصفر، يعني مفيش حد بيتقدم على الايه على التاني، او مفيش حد بيجيب الماكسيمم القيمة العظمى يعني قبل الايه قبل التاني. فانا من هنا بنقول ان زاوية الطور بتساوي كام؟ بتساوي صفر درجة. طيب بيجي هنا يقول لي مثلها لي كمتجه. امثلها كمتجه ازاي؟ المفروض ان انا عندي فرق الجهد والتيار الاثنين ليهم نفس الزاوية. هعمل ايه؟ هنيجي التيار اللي هو بالاصمة، دايما بحط التيار على الافق، فبالنسبة لي التيار هيبقى بالشكل ده كده. هنا ده الار. حلو. طب انا فاضل لي ايه؟ فرق الجهد. طب علشان يبقى الزاوية ما بينهم بصفر كسهم زي ده، المفروض ان الاتنين يبقوا على بعض بالمنظر ده كده. الزاوية اللي هنا ديت بكام؟ بصفر. فهعمل نفس الموضوع ده. هنعمل ايه؟ هنيجي من عليه كده، قايل ان انا عندي هنا ده الايه ده الفي. يبقى انا عندي هنا ال V وال I الاثنين متفقين في الطور، يعني زاوية الطور ما بينهم بكام؟ بصفر. الاثنين على ايه؟ على بعض. طيب ده بالنسبة للمقاومة. طيب هل هتختلف مع الملف؟ هل هتختلف مع المكثف؟ هيختلفوا مع بعض. انا عندي الملف لما جينا وصلناه مع مصدر تيار متردد، لقينا ان انا عندي فرق الجهد بيتقدم على التيار بزاوية 90. يعني انا عندي فرق الجهد سابق التيار بزاوية 90 ايه 90 درجة. طيب دي هنمثلها ازاي؟ على طول اتفقنا ان التيار بتاعي على الافق، ادي التيار بتاعي اللي على الافق، وهنقول عليه الاي ال لان هو تبع الملف. طب يبقى انا بالنسبة لي فرق الجهد الفين. قبل ما نرسم فرق الجهد انا هنحط حاجة كده غريبة، اللي هي ايه الحاجة ديت؟ حاجة كده صغيرة هنا بنقول عليها العين، عينك انت اللي بتشوف. طيب مبدئيا الاسهم ديت او المتجهات ديت بتلف عكس عقارب الايه الساعة، بتلف بالمنظر ده كده يعني. طيب ايه يعني؟ قال لنا المفروض اللي سابق التاني يروح للعين الاول، يعني بمعنى صح فرق الجهد المفروض يروح قبل التيار. طب ما انا هنا فرق الجهد سابق بزاويه 90، يعني بمعنى صح يا اما لفوق كده يا اما لتحت كده. طب نيجي نلف اللفه ديت، لو لفيته هو لتحت هنلاقي ان التيار هو اللي رايح الاول للعين، اما بالنسبه لي لو هو اللي كان فوق فهتلاقي فعلا فرق الجهد هو اللي رايح الاول للعين.
يبقى فعلا الفرق الجهد بتاع الملف هيكون لفين؟ لاعلى مش لاسفل. ليه مش لاسفل؟ لان انا لو كان لتحت كان التيار هو اللي راح الاول للعين بتاعتي، يبقى انا من هنا همسح الجزء اللي تحت ده واخلي التيار اللي خلي فرق الجهد بتاعي الايه السهم بتاعه لفوق، وبنقول ان ده في ال والزاويه دي بكام؟ ب90 ايه؟ ب90 درجه. طيب ايه اللي خلى فرق الجهد يسبق التيار بزاويه 90 درجه؟ حاجه اسمها المفاعله الحسيه ورمزها اكس ايه؟ اكس ال. المفاعله الحسيه ديت رمزها اكس ال، هي عباره عن ايه؟ قال لي قانون الاكس ال هي عباره عن الاوميجا في الايه؟ في ال. ال ده اللي هو معامل الحس الايه؟ الذاتي. طيب مش انا عارف ان الاوميجا هي عباره عن 2 باي اف، يبقى هي كانها عباره عن 2 باي اف في ايه؟ في ال. يبقى انا عندي الاكس ال هي عباره عن الاوميجا في ال هي عباره عن ال 2 باي اف في ايه؟ هي عباره عن 2 باي اف في ال. يبقى انا المفاعله الحسيه هي اللي خلت فرق الجهد يسبق التيار بزاويه كام؟ بزاويه 90 درجه، دون الدخول في ايه؟ في تفاصيل يعني. طيب كده انا جبت المفاعله الحسيه وجبت الايه؟ القيمه بتاعتها. في عندي شويه اسئله علل كده صغيره. ايه هي الاسئله العلل ديت؟ انا بالنسبه لي بيقول لي ليه في المفاعله الحسيه بتاعتي لما تكون مع مصدر تيار مستمر بتكون بصفر؟ هنيجي نبص في القانون هنلاقي ان الاكس ال بتساوي اوميجا في ال او 2 باي اف في ال. طب يا ترى ال دي هتبقى بصفر؟ لا، ده معامل الحس مش هيبقى بصفر. فنيجي نبص في التردد اللي هو الاف، هنلاقي فعلا ان انا عندي في التيار المستمر التردد بتاعي بصفر. فبالنسبه لي صفر في اي حاجه هتدينا ايه؟ هتدينا صفر. يبقى انا الاكس ال لو اتوصلت مع مصدر تيار مستمر هتديني ايه؟ هتديني الصفر بتاعي، لان التردد بتاع التيار المستمر بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. طيب حاجة تانية بيقول لي سؤال علل تاني ودايما بيجي في امتحانات، بيتكرر كتير جدا 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 في الامتحانات. بيقول لي ليه الملف بتاعي ما بيستهلكش طاقة؟ يعني بمعنى صح لما نمشي فيه تيار ما بيستهلكش طاقة، ما بيعملش فقد في القدرة يعني. ليه؟ قال ان هو بيحول او بيخزن الطاقة الكهربية اللي هو التيار يعني، بيخزنه في صورة مجال مغناطيسي. ليه؟ لان انا عندي التيار لما بيمشي في ملف بيعمل لي مجال. فانا بالنسبه لي الطاقه الكهربيه اللي طالعه لي من المصدر بتاعي او بالنسبه لي التيار يعني لما بيمشي في الايه في الملف ما بيعملش فقد في القدره، او بمعنى صح ما فيش اي تربيع في اكس ال، ما فيش الكلام ده. فانا بالنسبه لي بيخزن الطاقه الكهربيه في صوره مجال مغناطيسي، ودايما السؤال ده بيجي في امتحانات وبيتكرر كتير جدا جدا جدا، فنخلي بالنا من السؤال ده. طيب في سؤال تاني برضه بيغيب عننا، ايه هو السؤال ده؟ بيقول لي ان انا لو وصلت الملف ده بدينامو، فبيقول لي ان الاي الماكسيمم بتاعتي ما بتعتمدش على التردد. طب انا في السؤال ده لو جالي علل هنقول له ايه؟ هقول له اجابه بسيطه جدا، تعال نعملها كقانون. هو انا عندي الاي ماكسيمم مش المفروض هو عباره عن الاي ام اف ماكسيمم على الار؟ طب انا عندي ار دلوقتي، لا ده ملف بقى ليه ايه؟ اكس ال. طيب تعال نشوف الاي ام اف الماكس دي بتساوي ايه. مش بتساوي ان بي في الاي في الاوميجا صح؟ هنقسمها على الاكس ال اللي هي عباره عن الاوميجا في الايه في ال. هنلاقي ان الاوميجا من هنا راحت مع الاوميجا من هنا، فتفضل لي ايه؟ ان بي في الاي على الايه على ال. هل دي بتعتمد على الاف؟ لا ما بتعتمدش على الاف. يبقى انا كده بالنسبه لي فعلا الاي ماكسيمم لما نوصل الدينامو مع الملف بتاع الحس، لا التيار القيمه العظمى للتيار لا تعتمد على الايه على الاوميجا. طيب من هنا عايز اشتغل في ايه؟ في جزء صغير جدا وهو جزء التوالي والايه والتوازي. هنجيب بس نمسح الجزء ده عشان نكمل التوالي والتوازي ايه عليه. طيب الملف بتاع الحس في التوالي زيه زي المقاومة، او قصدي في الرسومات عموما بيبقى زيه زي المقاومة، مفيش اي اختلاف جدا. يعني ايه؟ يعني انا بالنسبة لي عندي حالتين توصيل، حالة التوالي وحالة الايه التوازي. ففي الحالتين زيه زي المقاومة، يعني كل اللي كان بيحصل في المقاومة هيحصل في الملف. فانا عندي هنا التوالي، عندي ملفات 1 2 3، عندي هنا ده ال 1 وده ال 2 وده ال 3، وهنا في التوازي زيهم اهم. فزي ما كنت بعمل في المقاومات هعمل هنا، تمام؟
يعني ايه؟ يعني انا هنا هنيجي نقول ان انا عندي ال توتال هتساوي ايه؟ هتساوي ال 1 زائد ال 2 زائد ال 3 وهكذا لو كان عندي اكتر. طيب لو ضربت كل الطرف من دول او الطرفين بتوع في اوميجا، فبقى عندي هنا اوميجا في ال توتال اللي هي عباره عن الاكس ال توتال بتساوي اكس ال 1 زائد اكس ال 2 زائد اكس ال ايه 3، زيها زي الايه المقاومه ما فيهاش اي تغيير خالص. انا عندي ال توتال لما نيجي نجيب الاكس ال هي عباره عن الاوميجا في الايه في ال. طب لو عندي ال 1 بتساوي ال 2 بتساوي ال 3، دي حالة التساوي دلوقتي ان انا عندي مساواة، يبقى انا عندي هنا اكس ال 1 برضو لو ضربت في اوميجا هتساوي اكس ال 2 هتساوي الاكس ال 3. طب من هنا برضو في التساوي كنا بنقول في التوالي ان انا كنت بنجيب المقاومة الواحدة اضربها في العدد، صح؟ فمن هنا ممكن اقول ان ال توتال هي عبارة عن ال n في ال واحدة منهم، والاكس ال توتال برضو هي عبارة عن ايه n في الاكس ال واحدة ايه منهم، لان هم كلهم مساويين لايه مساويين لبعض. طب في التوازي زي المقاومة برضو عندي ايه 1 على ال توتال بتساوي 1 على ال 1 زائد 1 على ال 2 زائد 1 على ال ايه 3. لو ضربت تحت كله في الاوميجا هيديني ان انا عندي 1 على الاكس ال توتال بتساوي 1 على الاكس ال 1 زائد 1 على الاكس ال 2 زائد 1 على الاكس ال 3 وهكذا. طيب لو كان عندي 2 بس، لو عندي ملفين بس، فممكن اقول على طول ان ال توتال هتساوي ال 1 ال 2 حاصل الضرب على الايه على المجموع زي ما متعود. طب لو كانت اكس ال فالاكس ال توتال هتساوي اكس ال 1 اكس ال 2 على اكس ال 1 زائد اكس ال ايه 2 الضرب على المجموع. طب لو في حاله المساواه او حاله التساوي هيبقى عندي ال توتال بتساوي واحده المره دي على عددهم، وعندي الاكس ال توتال برضو هتساوي ايه واحده على ايه على عددهم، نفس الشيء ما فيهاش اي اختلاف عن الايه عن المقاوم. ده كده بالنسبه لي كل حاجه في الايه في الملف بتاعي، بس ايه بصوره بسيطه جدا وبصوره مختصره بحيث ان انت ما يبقاش عندك حاجات زياده جدا. طيب انا عندي قانون دايما بيتنسى اللي هو القانون بتاع ال ال اللي هو معامل الحس، كان ليه قانون كده كنا بنقوله بطريقه ظريفه اللي هو اسمه منال، بس بنتك على النون منال، ادي الميو وادي الان بس نتك على النون يعني ايه تربيع، وهنا الايه فاضل لي ال اللي هي الطول بتاعي في الايه في المقام، تمام. يبقى انا بالنسبه لي القانون ده مهم ليه بقى؟ كنت قلت لكم في الحس الذاتي القانون ده من اهم القوانين اللي في المنهج. طب ليه؟ لان انا بالنسبه لي هنا القانون ده بنجيب منه ال اللي بجيب منه الايه الاكس ال اللي انا بعد كده هنجيبه في المسائل بتاعتي وهنعوزه بشكل ايه بشكل كبير. يبقى ده كل حاجه بالنسبه للملف بصوره مختصره علشان ايه ننجز وقتنا. طيب هنمسح الكلام ده كله علشان نبدأ دلوقتي نشتغل على المكثف عشان يبقى معانا بس مساحة علشان المكثف يعني مليان شوية. طبعا انا الملف كان عندي خلفيه بيه قبل ما نيجي هنا لان انا كنت شغال عليه في الايه في الحس الذاتي والحس المتبادل. طيب المكثف ده كان اول معرفه بيه هي دلوقتي لان انا ما اعرفوش قبل كده. طيب باختصار كده ايه هو المكثف؟ المكثف لو انا عندي حته حديده او حته حديده موصله وحته حديده تانية موصله، الاثنين دول وصلتهم بايه ببطاريه، يعني ده بقى عليه جهد وده كمان عليه نفس الجهد اللي هو بتاع البطاريه، فانا بنقول ان انا عندي الحتتين دول او المعدنين دول بقى عباره عن مكثف. ليه؟ لان هما بقى عباره عن حاجتين موصلين فيهم كهرباء يعني، بس ما بينهم عازل، فانا عندي عازل زي اللي انا فيه ده اللي هو الايه الهواء، عندي موصل اهو موصل اهو ما بينهم الايه ما بينهم الهواء. فانا بالنسبه لي المكثف هو عباره عن اي ماده موصله او اي حاجتين موصلين ما بينهم ايه ما بينهم عازل. السلوك بتاعه الكهرباء اللي في العواميد دي ما دول موصلات وما بينهم عازل، فدول بيعبروني على الايه عن مكثف. فانا بالنسبه لي المكثف هو عباره عن ايه اي لوحين، مش شرط لوحين، اي حاجه موصله موصلين بينهم ايه بينهم عازل، يبقى اي حاجه بينها عازل واي حاجتين موصلين بينهم عازل بيمثلوا لي ايه بيمثلوا لي مكثف. رمزه ايه في الدايره؟ رمزه 11 كده، تمام. طيب ال 11 دول او المكثف بتاعي ده لما نيجي نوصله بمصدر تيار مستمر بالمنظر ده كده ايه اللي بيحصل؟ قال لي اللي بيحصل حاجه بسيطه جدا، ان انا عندي هنا ده القطب الموجب متوصل بلوح،
فاللوح اللي جنب الموجب ده بيتشحن بشحنات موجب، طب واللوح اللي جنب السالب ده بيتشحن بشحنات ايه؟ سالب. فيبقى انا بالنسبه لي عندي المكثف لما يتوصل مع مصدر تيار مستمر بيتشحن بشحنات موجبه في الطرف المتوصل بالقطب الموجب، وبيتشحن بشحنات سالبه في اللوح المتوصل بالايه؟ بالقطب الايه؟ السالب. طيب عندي ايه بعد كده؟ المفروض ان انا المكثف ده بيتشحن، طب هل بيتشحن للمدى النهائي كده ولا بيحد في فتره معينه؟ قال لك لا، في حاجه اسمها سعه المكثف، يعني بمعنى صح الحاجه اللي المكثف بيقدر يسعها، او الشحنات اللي المكثف بيقدر يسعها. فانا عندي الشحنات او السعه بتاعتي هي رمزها السي، عشان كده كنت بنقول ان هي اللي هي الايه؟ اللي هي السي. طب السي دي بتساوي ايه؟ السي دي بتساوي الكيو على الايه؟ على الفي، يعني بمعنى صح السعه هي عباره عن النسبه ما بين الشحنه على احد لوحي الايه؟ المكثف، على فرق الجهد بين ايه؟ بين طرفيه، يعني على قد فرق الجهد بنتشحن بشحنات ايه؟ معينه، فبنقول ان هي ديت الايه؟ السعه. السعه هي عباره عن الشحنات اللي اقدر اتشحنها، او بمعنى صح اللي اقدر اختزلها جوايا عن طريق فرق الجهد بتاعي لما يكون بواحد ايه؟ بواحد فولت. طيب السي او السعه بتاعتي وحدتها هي الايه؟ الاف الكابيتال، دي بنسميها فراد، بنسميها ايه؟ الفراد. يبقى وحده السعه هي الايه؟ هي الفراد. طيب ده الايه؟ السعه بتاعتي. طيب انا بالنسبه لي دلوقتي عايز اتكلم على الزوايا بتاعت التور، برضو من غير دخول في تفاصيل، المره دي العكس بقى، انا عندي التيار بتاعي على الافقي، بس هنقول الاي سي، بس المره دي فرق الجهد متأخر على التيار بزاوية كام؟ 90، يعني ال V متأخر بزاوية 90 عن الايه؟ عن التيار. يبقى المرة دي المفروض الفرق الجهد الفين؟ صح زي ما انت قلت كده، المفروض يكون لايه؟ لتحت كده، وده هو ال V ايه؟ ال V C، وادي العين اهي، وانا بندور كده، ففعلا اول حاجة هي رايحة لي هي الايه؟ ال I. فانا بالنسبة لي ال I بتاع المكثف بايه؟ بيسبق فرق الجهد بزاويه كام؟ بزاويه 90. طب عشان ما ننساش برضو، عشان نبقى عملنا فرق ما بين الملف والمكثف، فانا عندي الملف مين اللي سابق فرق الجهد؟ فانا بالنسبه لي لو التيار بادئ من الصفر فهتلاقي ان فرق الجهد سابقه. يعني ايه سابقه؟ يعني بادئ من الايه؟ من الماكس قبل ما يوصل. يعني انا الماكس بتاع التيار هنا، لا التيار الماكس بتاعه جاي بعد الماكس بتاع الفرق الجهد، يعني فرق الجهد الماكس بتاعه هنا اهو، ويبدا ايه؟ يشتغل كده. فانا بالنسبه لي عند الماكس كان انا عندي فرق الجهد بتاع الملف وصل قبل الايه؟ قبل التيار بتاعي. طب تعالى نشوف المكثف هيبقى الوضع عامل ازاي. ادي المكثف اهو، المفروض ان فرق الجهد هو اللي متاخر، يعني التيار اللي بيجي الاول. يبقى انا بالنسبه لي التيار هيوصل للماكس الايه؟ الاول، بالمنظر ده وصل للماكس قبل ما الايه؟ قبل ما فرق الجهد يوصل للايه؟ للماكس بالمنظر ده كده. يبقى انا عندي هنا الماكس بتاع الجهد جه بعد الماكس بتاع الايه؟ التيار، عشان كده الجهد متاخر عن التيار. انما هنا الماكس بتاع التيار هو اللي جه بعد الماكس بتاع الايه؟ بتاع الجهد، علشان كده بنقول ان هو متاخر عنه، او بمعنى صح ان التيار متاخر عن الجهد بزاويه كام؟ 90. يبقى ده الاختلاف ما بين الاثنين عن طريق الايه؟ الرسومات بتاعت الايه؟ بتاعت الامواج بتاعتنا، او بتاعت الايه؟ او بتاعت الداله بتاعت الساين او الايه؟ او الكوزين. طيب ده الشكل بتاعي. طيب دلوقتي انا عايز احط المكثف بتاعي ده مع مصدر تيار متردد. فانا بالنسبه لي لما احط المكثف ده مع مصدر تيار متردد، فانا المكثف وظيفته ان هو بيتشحن، صح؟ جميل. بس في بقى ميزه في المكثف، ايه هو؟ اللي هو لما يتشحن ويلاقي اللي قدامه فرق الجهد بتاعه اقل منه بيبدا المكثف يشحنه. يعني ايه؟ يعني بالراحه تعالى نشوفه هنا كده، مش انا المصدر بتاع التيار المتردد ده فرق الجهد بتاعه عامل كده، صح؟ جميل. تعالى بقى نشوف الدنيا هتمشي ازاي. هنبص في الاول هنا فرق الجهد بكام؟ بصفر، وانا المكثف بتاعي مش مشحون فمفيش مشكله. فرق الجهد بتاع المصدر هيبدا ايه؟ يزيد. معنى كده ان فرق الجهد المصدر بقى اعلى من الايه؟ من المكثف. فبالنسبه لي في الربع ده كده المصدر بيعمل ايه؟ بيعمل شحن للايه؟ للمكثف. فهنا المكثف بتاعي بيحصل له عمليه ايه؟ شحن. طيب لحد ما الاثنين يبقى فرق الجهد بتاعهم مساوي للفرق الجهد بتاع القيمه العظمى بتاعه الايه؟ بتاعه المصدر بتاعي. طيب وبعدين هنلاقي ان المصدر بدا ايه؟ ينزل.
طب بالنسبة للمكثف، لا المكثف زي ما هو الماكس، فهتلاقي ان فرق الجهد بتاع المكثف بقى اكبر من فرق الجهد بتاع الايه، بتاع المصدر. فبالنسبة لي مين اللي بقى فرق الجهد بتاعه اكبر؟ المكثف. فالمكثف هو اللي يبدأ يشحن المصدر، فبنقول ان انا عندي في النص ده المكثف بيعمل عملية ايه، تفريغ. يبقى انا في اول ربع المكثف بيحصل له عملية شحن، في الربع التاني مع المكثف بيحصل له عملية تفريغ، لحد ما الاتنين يوصلوا للايه، للصفر. طيب وبعد كده هنلاقي ان انا بالنسبة لي المصدر قيمته بقت بتزيد، بس للسالب، مش مشكلة، ده اتجاهات مش اكتر يعني. جميل. فانا بالنسبة لي المصدر بقى ايه، بقى الجهد بتاعه عمال بيزيد، فهتلاقي ان المصدر بقى بيشحن الايه، المكثف. يبقى انا عندي الربع التاني ده او الربع التالت هتبقى عملية ايه، عملية شحن للمكثف، لحد ما الاتنين ما يساووا فرق الجهد الايه، الكلي او الماكس بتاع الايه، بتاع المصدر. بعد كده المصدر هيبدأ ايه، فرق الجهد بتاعه يقل، فهتلاقي ان المكثف فرق الجهد بتاعه بقى اعلى من المصدر، فيعمل له عملية ايه، شحن. يعني المكثف هيشحن المصدر، فبنقول ان الربع ده بيبقى فيه ايه، فيه تفريغ للايه، للشحنات بتاعة الايه، بتاعة المكثف. فيبقى انا المكثف خلال الاربع ارباع بيتمر بمرحلتين. ايه هما المرحلتين؟ يا اما شحن يا اما ايه، تفريغ. الشحن بيحصل دايما عند الربع الاول والربع الايه، والربع الثالث. اما التفريغ بيحصل دايما في الربع الثاني والربع الايه، والربع الرابع. يبقى انا بالنسبه لي اول ربع ده بيبقى شحن، تاني ربع تفريغ، تالت ربع بيبقى شحن، اما رابع ربع بيبقى ايه، بيبقى تفريغ برضه. طيب دلوقتي انا عايز اتكلم في حاجه واحده، ايه هي؟ ان انا عندي برضو المكثف بتاعي ما بيعملش فقد في الايه، في الطاقه الكهربائيه. ليه؟ المره دي هو دلوقتي بيخزنها على هيئه ايه، على هيئه شحنات. فالشحنات ديت بنسميها مجال كهربي. يبقى انا بالنسبه لي المكثف بيخزن الطاقه الكهربائيه في صوره مجال كهربي. يبقى انا عندي السؤالين دول مهمين جدا، ساعات يجي كل واحد لوحده او يجي حاجه واحده منهم، يا اما يجي لي السؤال على بعضه. اول حاجه يقول لي ليه الملف ما بيستهلكش طاقه؟ عشان بيخزن الطاقه الكهربائيه في صوره مجال ايه، مجال مغناطيسي. اما المكثف لما يجي يقول لي برده ما بيستهلكش طاقه ليه، هنقول له ان هو بيخزن الطاقه الكهربائيه في صوره مجال ايه، كهربي. اما يجمع لي الاثنين في سؤال واحد يقول لي ليه في دايره تحتوي على مكثف وملف لا يحدث فقد في الايه، في الطاقه. نقول له ليه؟ لان الملف بيخزن الطاقه الكهربائيه في صوره مجال مغناطيسي، اما المكثف فيخزنها في صوره مجال ايه، كهربي، ثم يعودها الى الايه، الدائره مره اخرى عند ايه، انقطاع الايه، التيار. يعني اول ما التيار ما بيقطع بيبدا يفرغ الايه، الطاقه اللي هو خزنها ديت في الدائره مره ايه، مره ثانيه. طيب ده بالنسبه لي سؤال ايه، سؤال عالي. في سؤال تاني بيقول لي ليه عند مصدر التيار المستمر المكثف بتاعي بيكون اكنه مفتاح مفتوح. قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نجيب القانون بتاعنا. القانون بتاع ايه؟ انا عندي المكثف فرق الجهد متاخر عن التيار. طب ده بسبب ايه؟ بسبب حاجه اسمها المفاعله الايه، السعويه. المفاعله السعويه ديت رمزها الاكس، وجايه من السعه اللي هي الايه، السي. طب الاكس سي دي بتساوي ايه؟ قال لك الاكس سي دي بتساوي 1 على اوميجا في ايه، في سي، زي بالظبط الاكس ال بس باختلاف بسيط. الثانيه كانت اوميجا في ال، هنا 1 على اوميجا في سي. دي بتساوي ايه؟ 1 على 2 باي اف في ايه، في سي، والباي ب 22 على 7 او 3.14%، مش ب 180. تمام. طيب يبقى انا بالنسبه لي لو المصدر بتاعي مصدر تيار مستمر، فمعنى كده ان الاف بتاعتي بصفر، 1 على صفر، ده قيمه ما لا نهايه، يعني رقم كبير جدا ما نقدرش ايه، نجيبه. فبالنسبه لي المكثف بيبقى مفتاح ايه، مفتاح مفتوح. يعني التيار بتاعي لما المكثف بيتشحن من المصدر، التيار هنا بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يعني بمعنى صح الدايره دي اكنها دايره ايه، مفتوحه. يبقى انا في حاله تساوي الايه، التيار او المصدر بتاعي مع فرق الجهد بتاع المكثف، فالاثنين لما يساوي بعض التيار بتاعي بيساوي كام؟ بيساوي صفر. عشان كده لما بنيجي نوصل المصدر بتاع التيار المستمر مع المكثف، التيار بيمشي لفتره صغيره جدا جدا، لحيث بس ان المكثف بتاعي يتشحن. بعد كده ما بيبقاش فيه ايه، ما بيبقاش فيه تيار ماشي في الايه، في الدايره. يعني انا المكثف بتاعي بيمرر التيار المستمر، بيمرر التيار المتردد، ولا يمرر التيار الايه، المستمر. ليه مش بيمرر التيار المستمر؟ لان انا عندي التردد بتاع التيار المستمر بصفر، فبيبقى الاكس سي اكنها بما لا نهايه، يعني اكنها مفتاح ايه، مفتاح مفتوح. طيب دلوقتي هنتكلم على الايه، السؤال، نفس السؤال اللي احنا سالناه المره اللي فاتت في الملف. كنا قلنا ان انا وصلته بمصدر دينامو، يعني المصدر بتاعي بقى دينامو،
التيار الماكس هناك ما كانش بيعتمد على التردد. طب هنا لا، هيقول لك هنا بيعتمد على مربع التردد كمان مش التردد. لو انا جيت وصلت دينامو بمكثف، فالمفروض ان الاي ماكس هي عباره عن الايه، الاي ام اف الماكس على الار. طب انا عندي ار دلوقتي، لا انا بقى عندي حاجه اسمها مفاعله ساعويه اسمها الايه، الاكس سي، هتساوي ايه، الان في البي في الايه في الاوميجا، دي الاي ام اف الماكس على الاكس سي اللي هي عباره عن واحد على اوميجا في سي، يبقى واحد على مقام المقام يطلع وسط اوميجا، يبقى اوميجا في اوميجا في اوميجا تربيع في الايه في السي. فهتلاقي ان انا فعلا هنا عندي الاوميجا تربيع اللي هي عباره عن 2 باي اف الكل ايه تربيع، فهو بيعتمد على مربع الايه التردد. يبقى انا عندي الملف التيار الماكس بتاعي لا يعتمد على التردد، اما المكثف التيار بتاعه بيعتمد على مربع الايه التردد. دول سؤالين برضو بيبتوهوا لان هم في نص الكلام محدش بايه بيبص لهم كتير. طيب هنتكلم دلوقتي على التوالي والتوازي بس بالنسبه للايه للمكثف. المكثف عندي فيه حالتين، السي والاكس سي، السي اللي هي الساعه والاكس سي اللي هي المفاعله الايه الساعويه. واحده بتبقى زي المقاومه واحده بتبقى عكس المقاومه. ازاي يعني؟ انا بالنسبه لي واحده بتبقى في التوالي اكنها توازي والتانيه اكنها عاديه خالص في التوالي. طب تيجي نشوف. طيب تعال نشوف، نمسح بس ده كده. هنيجي نبص ان انا عندي في التوالي وفي الايه وفي التوازي. فانا في التوالي المفروض ان انا عندي سي واحد وعندي سي اتنين وعندي سي ايه سي تلاتة، المفروض ان هم ماشي فيهم نفس الكيو، لان الكيو دي الشحنة اللي هي الالكترونات، فالالكترون او التيار بيبقى ثابت في التوالي. جميل. فانا بالنسبة لي الكيو ثابتة، يعني الفي هو اللي بيتغير، يعني المفروض ان الفي توتال بتساوي في واحد زائد في اتنين زائد في تلاتة. طب ما انا مش عارف ان الفي بتساوي كيو على سي، صح؟ يبقى انا عندي هنا كيو توتال على سي توتال بتساوي كيو واحد على سي واحد زائد كيو اتنين على سي اتنين زائد كيو تلاتة على سي ايه تلاتة. طب هل الكيو بتتغير؟ لا، ده هو نفس الكيو لان التيار بتاعي ثابت. فهيبقى هنا الكيو مع الكيو مع الكيو مع الكيو هيتفضل لي واحد على سي توتال بتساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي ايه تلاتة. فمعنى كده ان انا عندي الساعة بتاعتي بتبقى عكس المقاومة، يعني في التوالي بنحطها كأنها ايه توازي. طيب من الاكس سي بقى، لو انا ضربت كل دول تحت في اوميجا، فمعنى كده ان انا بقى عندي واحد على اوميجا سي اللي هي الاكس سي اصلا، فالاكس سي زيها زي الار. فهنا الاكس سي توتال بتساوي الاكس سي واحد زائد الاكس سي اتنين زائد الاكس سي ايه تلاتة. وهنا في حالة التساوي هيبقى هنا واحدة على عددهم، اما هنا واحدة في ايه في عددهم، علشان الاكس سي زيها زي الار فهعملها عادي، انما هنا السي بتبقى عكس الار فالمفروض اشقلب. يعني لو توالي نفترض ان هم ايه توازي ونحل على انهم ايه توازي. طيب في حوار التوازي العكس بقى، عندي هنا سي واحد عندي هنا سي اتنين عندي هنا سي ايه سي تلاتة، فبقى عندي سي واحد سي اتنين سي تلاتة، فخلاص بقى انا عرفت ان هم متشقلبين، يبقى هنا توازي اكنهم توالي، يعني السي توتال هتساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة. طب الاكس سي، لا الاكس سي عادي بقى واحد على اكس سي توتال بتساوي ايه واحد على اكس سي واحد زائد واحد على اكس سي اتنين زائد واحد على اكس سي ايه على اكس سي تلاتة. لو في التساوي هيبقى هنا سي توتال بتساوي واحدة في عددهم، انما هنا الاكس سي توتال هتساوي ايه واحدة على ايه على عددهم. يبقى انا بالنسبة لي هنا وصلت ان انا عندي السي بتبقى عكس الار في التوالي والتوازي، اما الاكس سي بتبقى زيها زي الايه زي الار. الار والاكس ال والاكس سي كلهم ليهم نفس الوحدات اللي هي الايه الاو. كده يبقى احنا شرحنا العناصر بتاعه الدوائر بتاعه التيار المتردد بشكل سريع، علشان برضو الدرس ده مش بيجي عليه مسائل كتير قوي، لان الدرس الاهم بيبقى الدرس الثاني والثالث اللي هو بتاع تردد الرنين او حاله الرنين، والدرس الثاني بتاع المعوقه ان انا بنجمع دايره فيها ار ال او ار سي او ار ال سي. فبالنسبه لي ديت بس تمهيدا للايه للدرس الثاني المهم والدرس الثالث برضو المهم. فانا بالنسبه لي هنشتغل برضو الدرس الثالث او الثاني بسرعه، لان برضو هو يا دوب قوانين بنعوض فيها تعويض مباشر. هنقول بس فكره واحده بتبقى صعبه، غير كده ما بيبقاش فيه افكار. وهنشرح برضو الفصل الدرس الثالث، وباذن الله هناخد مساله مجمعه على الفصل كله، مساله فيها 20 نقطه تقريبا، هتبقى لما الايه الدرس كله او الفصل كله كمان مع الفصول القديمه. فان شاء الله هتعجبكم المساله ديت، وباذن الله الفصل الرابع ده يكون فصل ايه مريح عليكم ويكون سهل في الايه في الحل. شكرا.